انا تلقيت بحالي بحال جميع المغاربه، غير انا شويه سبقي توفات خبرتني فاطمه خير لان كانت معايا وساميه وحياه جبران، وعرفت انها وفاتها المنيه. الحمد لله كان وليدها هنا، بنتها جات 10 دقائق من بعد، ولكن حضرت لها في هذيك اللحظه حزن كبير في العائله ديالي، وكنظن عندكم وعند المغاربه وعند وليداتها، وخاصه لما شفتوها. يمكن هي كانت ماشي محتجمه، ولكن قررت انها ما تخرجش بزاف لي ميديا، محالتها كانت صعبه في الاونه الاخيره. الله يرحمها ويوسع عليها، ارتاحت، ادات الرساله ديالها ومشات في الضوء، لانه مع هادشي اللي ولينا كنشوفوا في لي ريزو سوسيو هادشي ولا كيخلعوا لينا. كنتمناو اننا نموتوا قبل ما كلشي يتحول، ما يبقاش غير الانسان اللي يتحول. الحقيقه الخبر كان يعني مؤثر بالنسبه ليا، لان تلقيته في 12 الليل وتحب لي شي اشاعات، لكن لما اتصلوا بيا اخوان ديالنا يعني عرفت باللي راه الحقيقه، ويعني حتى واحد ما كيبغي يسمع هذا الخبر حقيقه، مع ان الموت حق، يعني احنا كلنا غادي نموتوا قدام الله، ان لله وان اليه راجعون. الحياه هي هذه، كنعيشوا كنموتوا، كان ملي كنتزادوا كنفرحوا عليهم، ولكن ملي كنموتوا ما كنبغيوش، ولكن لان الدنيا كذبه كنتيقوها، والموت هي الحقيقه، هي حقيقة كل واحد غادي يوصل لهذا النهار. والله يكمل علينا، الله يكمل مبقى على خير، ونتمنوا لها المغفرة والرحمة والصبر لوليداتها ولعائلتها. وحنا كفنانة كبيرة، لأن من الجيل ديالي الله يرحمها، وفنانة عطات هي والزوج ديالها سعد الله يرحمه حتى هو ويوسع عليه، اللي توفى هذه سنتين. الاهمال هذاك ما نهضروش عليه، الاهمال، لان كاين فنانه اللي كيتهم تهملو حتى كيموتو عاد كان قال لك السوفي دو موغير بوغ افوار توت لي كاليتي. مع الاسف حنا يعني كاين واحد الاهمال، بالاخص الفنانين الرواد اللي كاينها، حنا كنشوفوا كيموتوا واحد مورا واحد. كاين اللي كيموت غير كاين اللي ربي كيتصاب بشي مرض، ولكن كاين بعض المرات الفقصة والاعصاب والمعاناه هي اللي كتجعلو يموت بالاهمال، وهذا هو اللي كاين مع الاسف.